على محمد وآل محمد طبعا اليوم أهم النقاط اللي تناولناها دعم التجمع وديمومة التجمع وصلة الأرحام وكيفية التواصل بين التجمع وبين جاويد عشيرة الأمريان فالحمد لله والشكر كانت إيجابيات بدون سلبيات نحمد الله ونشكره على هذه النعمة ثاني شيء اليوم تحدثنا وتطرقنا إلى موضوع وموضوع احنا احتدنا عليه سنويا ان نقيمه اه في تجمع عشائر المريان المركزي في محافظه البصره وهو اه تكريم كفاءات عشيره المريان وحددنا موعد خلال لقائنا اليوم وكان ووضعنا لجنه حول اه تكريم كفاءات عشيره المريان وكان الحمد لله والشكر القبول والصدى واسع لدى اعضاء التجمع وإن, شاء الله في الشهر 12 ستنطلق الدفعة الثانية من تكريم كفاءات عشيرة المريان بفضل أعضاء التجمع وجهودهم المبذولة لإعلاء كلمة عشارة المريان بين العشار جزاكم الله ألف خير الجزاء أشكركم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآل محمد الله صل على محمد